الحياة مليئة بالمهام الغسيسة، مثل وضع الأكياس المزعجة داخل صندوق القمامة. سأريك طريقة أسهل للقيام بذلك يا كايت. رغم أنها قد لا تكون الفكرة الأكثر أماناً، إلا أنه يمكنك منع الكيس من الامتلاء بالهواء بوضعه على رأسك أولاً. أترى، مجرد حيلة حياتية أخرى رائعة لمساعدتك على القيام بالأمور بسهولة. مبهرة للغاية، صحيح؟ أفضل طريقة للتهرب من التنظيف هي الانتظار حتى تغادر أمك المنزل. نتفليكس، ها أنا قادمة. لكن قد لا يكون وعاء الفشار هو الخيار الأفضل لمشاهدة أفلام الرعب. يا إلهي، سيتناثر الفشار على كل الأرضية. يبدو أن ليلي ستضطر للتنظيف شاءت أم أبت. أين ريموت؟ سأوقف هؤلاء الزومبي. أوف، كان ذلك وشيكا. أو لا، ستعود أمي إلى المنزل قريبا ولم أنظف أي شيء. مهلا، أعتقد أن ريموت اللعبة قد يساعدني. السيارة اللعبة قادمة للمساعدة. أوه نعم، يمكنني بالتأكيد الاستفادة منها، خاصة إن كان ذلك يعني عملاً أقل لي. لحيلة تنظيف سهلة، جرب ربط شعيرات المكنسة بسيارة مع ريموت كهذه. اربط ربطة بلاستيكية كهذه في مقدمة السيارة. تأكد من ربطها بإحكام، وتأكد من وضع ربطة أخرى على الجانب الآخر. قد تكون العملية صعبة قليلاً، لكن ثق بنا، تستحق النتيجة كل العناء. وانتهيت! لا تنسى قص أي قطعة زائدة من الربطات. واو، هذا ما أسميه التنظيف في عام 2020 يا عالم! لنشغل هذا الشيء. مع هذا الاختراع يمكنك كنس الفوضى في وقت قصير مقارنة بالمكنسة العادية. نعم، عمل جيد، تبدو نظيفة لي. كل ما عليك فعله الآن هو تفريغ القمامة في سلة المهملات. واو، ولا أسهل من ذلك. شكراً لإنقاذ اليوم يا التي. قضاء يوم مريح قد يأخذ منعطفاً حاداً بعد مواجهة مغسلة مليئة بالصحون. يا إلهي، كان يجب علي غسلها في الليلة الماضية. حسناً، لا وقت أفضل من الحاضر، أليس كذلك؟ يا إلهي، غسل الصحون مضيعة للوقت. لكن حالما تبدأ المهمة تصبح الصحون في المغسلة أقل فأقل. إنه الطبق الأخير سيداتي سادتي. أوف، كان ذلك مرهقاً، لكن أعتقد أني جائعة. مهلاً، ما الذي أفعله؟ لقد انتهيت للتو من تنظيف كل هذه الصحون. لا أريد أن أوسخ طبقاً آخر. إن كنت بحاجة لاستخدام صحن لكن لا ترغب في توسيخ واحد، فإن هذه الحيلة ستصبح حيلتك المفضلة. قبل استخدام صحنك، غطه بغلاف بلاستيكي، ثم اسكب الطعام الذي تريد أكله فوقه مباشرة. أوه، هذه المكرونة تبدو لذيذة. تناول طعامك دون أن يتسخ صحنك بأي بقعة. وعندما تنتهي، ما عليك سوى رمي الغلاف. وانتهيت! كان ذلك أسهل بكثير من غسل الصحن، أليس كذلك؟ حسناً أيها الصحن، يمكنك العودة من حيث قدمت. حسناً، يبدو أني مستعدة للخروج. ارتديت قبعتي وأنا مستعدة للخروج، لكن كيف يفترض بي الخروج من هنا؟ ومكنسة كيت الغبية في طريقي. أوه، كنت أعرف أن ذلك سيحدث. كايت، في المرة القادمة التي تقومين فيها بالكنس، ربما يجدر بك استخدام هذا الحبل. ها؟ ماذا أفعل به؟ فكري في الطريقة التي تعمل بها حقيبة الظهر. حقيبة الظهر؟ آه، فهمت، حقيبة الظهر. قد تحميك هذه الحيلة من السقوط أثناء الكنس. ما عليك سوى لف حبل مطاطي كهذا على كل جانب من المكنسة الكهربائية. حالما تحكم ربط الحبل، مرر ذراعك عبره وارتدي المكنسة كحقيبة ظهر حقيقية. لن تضطر الآن لترك أي أسلاك خطيرة أثناء التكنيس. أترى؟ أصبحت الأرضية نظيفة. نظفي يا كايت. رقائق البطاطس هذه لذيذة. ماذا؟ هل نفدت؟ حسناً، انتهى وقت تناول الوجبة الخفيفة. أوه، يجب بالتأكيد رمي هذه القمامة. لقد طفحت. أوه، لماذا أنا من يرمي القمامة دائماً في هذا المنزل؟ هناك قمامة في كل مكان.
يا إلهي، من المؤكد أننا نأكل الكثير من رقائق البطاطس في هذا المنزل. حسناً، لم ينجح ذلك. إن كنت سألمي القمامة فهذا يعني أنه سيتوجب علي ارتداء سترة ضخمة وقبعة وقفازات. نعم، لا أريد أن أفعل ذلك، لكن ربما يمكنني العثور على طريقة لتسهيل هذه المهمة المزعجة. واتضح أن كل ما يتطلبه الأمر هو هذا الشيء. اسحب الكيس البلاستيكي فوق أرجل الطاولة المقلوبة. بهذه الطريقة يمكنك تأجيل مهمة رمي القمامة لفترة أطول. شئنا أم أبينا، فإن إغضاب أمهاتنا أمر لا مفر منه. يا إلهي، هذه كمية كبيرة من الحليب يا جينيفر. لذا في المرة القادمة التي تعطيك فيها أمك نظرة الموت، نفذ إحدى هذه الحيل المنزلية لنيل رضاها. مرحبا أمي. أهلا عزيزتي. ما المستنقع الذي مشيت عليه للوصول إلى هنا؟ لقد انتهيت للتو من تنظيف الأرضية. هناك طريقة واحدة فقط لتنظيف هذه الفوضى. لو كان بوسع أمي فعل ذلك لما ترددت. يا إلهي، سيكون ذلك مرعبا. كيف أتصرف؟ سيفي هذا بالغرض. أحضر بالونا منفوخا، وضع حذاءك المتسخ فوقه أثناء تفريغه من الهواء. حالما يخرج كل الهواء منه سيصبح لديك واقي أحذية جديد، لأنه يجب علينا عدم توسيخ الأرضية بالوحل. أليس كذلك يا أمي؟ أكاد أبكي من الفرحة. سأتمكن أخيراً من تجربة لعبة الفيديو الجديدة. ماذا؟ أذيب اللحم المجمدة قبل الساعة 3 مساءً، أي بعد 3 ساعات من الآن. حان الآن وقت مواجهة الزومبي. لكن ما سر ألعاب الفيديو الذي يجعل الوقت يمر دون أن تلاحظ؟ لماذا لا يمكنني زيادة مجموعي؟ يا ويلي، هل الساعة 3 الآن؟ لكن اللحم ستقتلني أمي. هل هناك فرصة بأنه ليس متجمدا في الفريزر؟ يا ويلي، يجب أن أسرع هذه العملية. هيا هيا، يجب أن تذوب. هل بدأ يذوب؟ إنه زلق جدا. سأستخدم حرارة جسمي الطبيعية. إنه مثل قطعة جليد. هذا المجفف ينفخ هواء ساخنا، أليس كذلك؟ يا إلهي، هذا لا يعمل على الإطلاق. ربما يوجد الحل أمام عينيك. أحضر قدرا مقلوبا، وضع اللحم المجمد فوقه، ثم ضع قدرا ثانيا فوق اللحم، ثم املأه بماء حار. بعد مرور بضع دقائق ستلاحظ أن اللحم بدأ يذوب. أترى؟ ولن يحدث فوضى لأنه مغلف بكيس. أبعد القدرة بعد مرور بضع دقائق وسيكون اللحم جاهزا للطبخ. يا للروعة. مرحبا أمي. نعم، لقد تذكرت اللحم. أنقذت نفسي منها. ما الأمر؟ حفلة؟ أريد أن أذهب، لكن علي أن أغير ملابسي. هل توجد ملابس مناسبة للحفلة مختبئة هنا؟ ماذا عن هذا؟ من المؤكد أنك تصنعين كومة كبيرة هناك يا كيت. عثرت على لبس أخيراً، سأبدو جميلة جداً في الحفلة. أجل، من المؤكد أن هذا الزي هو الاختيار الصحيح. توقفي، هل لديك أي خطط لتنظيف تلك الفوضى؟ ألا يمكنني فعل ذلك عندما أعود إلى المنزل؟ يا إلهي، سأتأخر عن الحفلة. سيستغرق تنظيف كل هذه الفوضى وقتا طويلا. ماذا؟ لدي فكرة. علق غطاء وسادة على ظهر الكرسي واسحبه للأسفل هكذا. حالما يصبح ثابتا في مكانه ضع ملابسك بداخله، وبعد دقيقة ستصبح الفوضى من الماضي في الوقت المناسب لتراه أمي. من يدري، قد تعيرك حتى مجوهراتها الأنيقة. الترتيب يؤتي بثماره. شكراً. وداعاً أمي. هل يوجد أي شيء في العالم أفضل من ملعقة مليئة بنوتيلا؟ يا إلهي، طعمها لذيذ. لقد شبعت. وإلى المغسلة تذهبين. لا توجد أم تحب غسل صحون أطفالها.
أقوم بغسلها لاحقاً. مهلاً، هذه ليست صحوني. لماذا ألقيت كل هذه الأطباق علي؟ ظلم. لحظة، ربما توجد طريقة لتسهيل فرك الصحون. لهذه الحيلة اقطع الجزء الخشن من الإسفنجة وقص إلى قطع بهذه الطريقة. يجب أن يصبح لديك في النهاية 5 قطع. مع قفاز مطاطي ومسدس الصمغ الساخن، ارسم خطوطاً من الصمغ على كل إصبع وراحة اليد. ألصق قطعة الإسفنج الصفراء على راحة اليد في القفاز والقطع الخشنة على كل إصبع. والآن لم تعد المغسلة المليئة بالأطباق مخيفة أبداً بفضل يديك الإسفنجيتين القويتين. ستوفر هذه الحيلة الصغيرة وقتاً هائلاً في فرك الصحون. أترى؟ وستصبح بطل التنظيف في عيني أم. ياي، لا أصدق أن 3 سنوات قد مرت على صداقتي مع كيت. ذكرى صداقة سنوية سعيدة يا كيت. أوه، شكراً للي. حسناً، تقديراً لصداقتنا ل3 سنوات أحضرت لك هدية صغيرة. يا إلهي، هذا لطف منك. قبل أن تفتحيها أحتاج للذهاب للحمام بسرعة. أوه لا، لقد نسيت تماماً إحضار هدية لها. أوه، لن ينفع. لكن هذا سينفع بالتأكيد. كل ما أحتاجه هو ربطة شعر مطاطية وأنا جاهزة للبدء. إن كنت بحاجة إلى هدية في آخر لحظة فجرب هذه الحيلة. أطوي المنشفة بمقدار الثلث للداخل هكذا، ثم من الأسفل لف المنشفة بإحكام للأعلى. توقف في المنتصف تقريبا. افعل الشيء نفسه مع أعلى المنشفة حتى تلتقي اللفتين، ثم اطوي اللفتين في المنتصف أثناء لف أحد الطرفين للوسط. مرة أخرى لفه فوق المنطقة المنتفخة. يجب أن يبدو بهذا الشكل. بعد أن تضع ربطة الشعر حول منتصف المنشفة، ضع ربطتين أصغر في أعلى المنشفة. الآن لف شريط زينة حول ربطة الشعر الأولى. هل بدأ شكله يبدو مألوفاً لك؟ لقد حذرته، إنه دب محشو جميل. أليس ظريفاً؟ لن تخمن أبداً أنه كان منشفة يد. جيد، لقد عدت. هل هذا لي؟ هذا لطف منك. أحبه كثيراً، تقريباً بقدر ما أحب صداقتي معك. هل تحولت كيت إلى قرد؟ من يأكل كل هذا الموز في جلسة واحدة؟ ولا تزال مستمرة. حسناً يا كيت، لقد عدت مع الأغراض التي طلبتيها. أوه لا، ليلي على وشك الوقوع بسبب قشرة الموز. يا إلهي، يبدو أن ذلك سيكون مؤلماً. استعدي يا ليلي. نعم، ها هي تسقط على الأرض. لا، احمي الصبار. سقط الصبار وسقطت الفتاة. يا إلهي، كانت سقطة مريعة يا فتاة. هل أنت بخير يا ليلي؟ بدت السقطة سيئة. يبدو الصبار شائكا بكل تأكيد. خذي قشرة الموز هذه، ستساعدك. ما الذي يجب علي فعله بها؟ لقد فهمت قصدك. يمكنني التقاط الصبار بقفازات موزية. إن اضطررت لوضع صبار في قصيص، فاستخدام قشرة موز سيحمي أصابعك. لقد تغلبت على أشواك الصبار. أترى؟ تبدو النبتة جيدة. جميلة. كنت سأعانقك لو استطعت أيها الصبار الصغير. كل هذه الدراسة مملة. حان وقت استراحة ألعاب ضرورية. أعطيني هذا الشيء. ادرسي. لكن أمي لا تستطيع مصادرة جهاز اللابتوب، أحتاجه للدراسة. أمي، لكن مهما كنت ماكراً ستقبض عليك أمك دائماً بالجرم المشهود. كل ما بقى لي هو هاتفي الذكي. كيف يمكنني إخفاؤه؟ ربما يمكنني تصميم شيء من أقلام التلوين هذه. اقلب هاتفك وباستخدام مسدس صمغ ارسم نمطاً متعرجاً من الغراء على غطاء الهاتف، ثم ضع قلم تلوين على الغراء وأضف كل ألوانك المفضلة. رائع. بسرعة، أمي قادمة.
أقلب الهاتف. هل تدرسين أيتها الآنسة؟ واصلي الدراسة يا ابنتي. ولكن ما لا تعرف أمي أني أراسل صديقتي حول حفلة الليلة. ماذا؟ أوه صحيح، اليوم هو اليوم الكبير. يا أمي الحبيبة، ستحب هذه المنفضة التي شريتها لها. لكن ما الذي يمكنني تغليفها به؟ هذا صندوق صغير جداً عليها، والأخضر ليس بالمقاس المناسب أيضاً. أترى؟ ماذا عن هذا الصندوق؟ كلا، لا يزال صغيراً جداً عليها. ماذا عن صندوق الكتب هناك؟ يجب أن يكون هذا كبيراً بما يكفي بدون الكتب بالطبع. مستحيل! ألا يمكنني جعل هذا الشيء يدخل في أي صندوق؟ هل ترى هذه الشرطة؟ إنها تشير إلى المكان الذي ستقصه. أوشكي على الانتهاء. أمسك المشرط بحرص وقص على طول الشرطة. الآن اقلب الصندوق ولفه لصنع هذا الشكل. واو! ثم املأه بحشوة وضع الهدية بداخله. يتسع الصندوق للهدية. ستسعد أمي كثيراً. لا تنسي لفه بورق التغليف. عيد ميلاد سعيد يا أمي. افتحيها الآن. واو! هذه المنفضة هي ما أردتها بالضبط. حان الوقت أخيراً لتناول لوح جرانولا صغير. لكن الأم تعرف أن صوت هذا الغناء يعني فوضى كبيرة قادمة في الطريق. يا ويلي! أمي ليست سعيدة. محاولة جيدة يا أعز أم في العالم. لكن سأتناوله. اقلب دعاسة الحمام هكذا، والآن حدد أطراف الشبشب. استخدم قلم خطاط حتى تتمكن من رؤية الخطوط. حالما تقص الشبشب المرسوم، غطه بصمغ ساخن. من الأفضل استخدام نمط متعرج. ثم ألصقه على قاع الشبشب. ولا تنسى الشبشب الآخر. هذه الأرضية على وشك أن تصبح نظيفة. خطوة هنا وخطوة هناك. سأساعد تشغيل بعض الموسيقى في العملية. أوه، نسيت هذه. وبهذه السهولة أصبحت أرضية المنزل تلمع من النظافة. أوه، يا لك من ابنة صالحة يا جينيفر. تفضلي شبشبك. أو يبدو عزفك رائعاً يا كيت. كل هذا تدريب يؤتي ثماره. الصفحة التالية رجاءً. الصفحة التالية رجاءً. ماذا؟ هذا كل شيء؟ لابد أن لدي المزيد هنا. أوه، كل هذه الأوراق غير منظمة. يجب أن تكوني أكثر تنظيماً يا كيت. دعيني أرى هذا المجلد. بدلاً من وضع مجلداتك بشكل عمودي، حاولي وضعها هكذا. أصبح من السهل الآن رؤية محتوياتها. تفضلي. في بعض الأحيان تمتلك الأمهات الحل الأفضل. عزفها رائع، أليس كذلك؟ هل يوجد أحد هنا؟ أحتاج الحمام بشدة. لا أظن أنني سأتحمل أكثر. كلا، لم أتحمل. هذا محرج. أظن أنني انتهيت. أوه، أهلاً صوفيا. وداعاً. يلا وقاحته. جدتها. هل يريد اللعب بقدارة؟ له ذلك. هذا المقلب فوضوي، لكنه يستحق العناء. لمسة رائعة، صحيح؟ أنا ذاهبة إلى المطبخ. ما هذا؟ هذا مقزز للغاية. أظن أنني ستقيأ. أجل.
أخ صوفيا! حان وقت الدخول الكبير. هل أنت مريضة؟ لحظة. لا شيء أفضل من تناول الشوكولاتة المزدوجة. ما الحاجة للملعقة صحيح؟ في الواقع يبدو هذا كأنه شيء مألوف. وقت المقالب. ما الشيء الوحيد الذي يثير اشمئزاز الجميع؟ فراز حيوانك الأليف بلا شك. انظر لما فعلت أيها القط الصغير. لديك صندوق قمامة لهذا السبب. المشهد جاهز. ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ أترين هذا؟ أظن أني سأتقيأ. لننظفها. تقع الحوادث من حين لآخر. خذي هذا. هذا مقرف بالطبع، ليس كذلك؟ هذه القطعة كبيرة جدا. شهية. لونا، هل تتناولين برهز القط؟ لا يمكنني المشاهدة، يجب أن أتقيأ. يا إلهي، لما قد تفعلين هذا؟ الغداء جاهز. نودلز. تبدو شهية. جافة قليلا. هاها. أعطيني الكاتشب. شكرا. لأكون بأمان فقط. لا مقالب هنا. أشعر بعطش شديد اليوم. ممتاز. ليست هناك خدع صحيح؟ لن أجرؤ أبدا. أو هل؟ هاهاها. واو. حصلت على نافورة من الكرتون. لن ينتهي هذا أبدا. بإمكاني أستطيع التنفس. هل أنت ما فعل ذلك؟ لم يسري هذا كما أردت، لكنه أدى لتسجيل لونا لنقطة أخرى. حجر ورق مقص. 1 2 3 هيا. مستحيل، لقد خسرت. أو لا، من سيجيب عن هذا؟ أنا سأفعل. جيك. أعتقد ذلك. حسنا، تعجبني ثقتك بنفسك. قد يستغرق هذا بعض الوقت، يمكنني القيام بهذا. لماذا أفكر بالطعام؟ لا شيء هنا. ماذا؟ خطرت لي فكرة أفضل. إنها فرصتي الآن. سأفرك الطباشير بيدي. كدت أنتهي. هذا مذهل. اختفت. أشبه بالسحر. والآن سأفرك وجهي. أتشو. عذرا، لم أكن أقصد. أشعر وكأنه سيغمى علي. لماذا تدور الغرفة؟ لا تقلق، أعرف الإسعاف الأولي. اجلس. تماما كما خطط. فتى مسكين. إن كان هناك شيء واحد لن نمل منه أبداً فإنه المقالب. لا تقلقنا يا آنساتي، فقد وقعتن ضحية لمقلب آخر. سنقدم اليوم المزيد من الخدع والمقالب التي ستحبون تجربتها على أصدقائكم. مرحباً آميلي، ما الذي تشاهدينه؟ لحظة، من قال أنه بإمكانك أخذ قضمة من موزتي هكذا؟ يا لك من شخص غريب، هل أنت جادة؟ في المرة القادمة التي يقرر فيها صديقك سرقة طعامك، حاول إعطائه لقمة من شيء لن ينساه. جورب متسخ، فكرة ذكية. حاولي أخذ قضمة أخرى من موزتي الآن يا مغفلة. يا، هل هذا جورب متسخ؟ سيعلم هذا إيميلي أن تحضر وجباتها الخفيفة بنفسها. ربما يجدر بك إيقاف الفيلم وتفريش أسنانك. هذا طعام عذر رائع لإجراء محادثة ممتعة. مذهل. هاي، انظري كيف تمسكين بهذا الشيء. لا، احتموا أيها الناس. قطرات الآيس كريم حارة طليقة. لونا، انظري لما فعلت. عذرا، أتحدث مع يدي. هذا مؤسف لملابسي الجديدة. أعتقد أني أستطيع غسلها. أو ربما يمكنني الاستمتاع قليلا أولا. سأخذ قطعة صابون وأدخل بها عود مصاصة، ثم أذيب بعض رقائق الشوكولاتة وأغمسها بها. يجب التأكد من أنها مغطاة بالكامل.
تبدو حقيقية، أليس كذلك؟ لونا؟ أي واحدة هي المزيفة؟ لا يمكنني معرفة ذلك حتى. تفضلي يا فتاة. شكراً. ما هذه النكهة؟ لا، هذا فظيع. اخرجي من فمي. ها ها ها، كان هذا مضحكاً. الآيس كريم الذي معي حقيقي. هما الآن متعادلتان. لا أريد أن أستيقظ. 5 دقائق أخرى. هيا يا عزيزتي، حان وقت الاستيقاظ. كلا، أريد أن أنام، اتركيني. كيف ستستيقظ؟ كلا، لحظة، هذا ما أحتاجه بالضبط. الأميرة النائمة ستستيقظ قريبا. سأضع مكبر الصوت هنا وأصل الميكروفون. سأنتظر الآن. ماذا يحدث؟ ما هذا الصوت؟ أيقظي نفسك. أمي، هذا سخيف. لا 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 لا. مرحبا أمي، كيف كانت مباراة كرة السلة؟ وأحلى، لكني نظفت المنزل للتو. أنت تعرف القواعد، يجب تنظيف الأحذية المتسخة. آسف يا أمي، نظف المكان حالا. هذا لا يطاق، دائما ما توبخني. هذا ممل، سأتناول الكوكيز. سأنفض هذا الفتات. يبدو هذا الفتات مثل التربة. سأضع حبات كوكيز في كيس بلاستيكي وسأسحقها إلى قطع صغيرة، ثم سأضعها على مجرفة المكنسة. يبدو مثل الوحل تماماً. أهلاً أمي، هل انتهيت من تنظيف فوضاك؟ تقريباً، لكن الوحل يبدو شهياً. طعمه لذيذ، لا أصدق أنك تأكله. هذا مضحك، أظن أني ستذوقه أيضاً. ملعقة مليئة بتربة لذيذة. كلا يا أمي، هذا ليس طعاماً. أمي المسكينة. ابدأي أنت أولاً. كلا، لا بأس، يمكنك، أنا أصر. طيب، لا يهم، أية طفلة كبيرة. أعمل حقاً ألا يخيب ظني. إنه رائع المذاق، يا للروعة. طيب، لا يهم، يمكنني اختيار واحد رائع أيضاً. في المرة السابقة كان الأوسط سيئاً، لذا سأختار هذا هذه المرة. يا لها من رحلة، أفضل السفر على المكنسة. لنبدأ هذه المرة بالقليل من الملفوف الأحمر. أخيراً، هذه الفقاعة جميلة. سأحركه قليلاً كما تفعل أي ساحرة ذكية. والآن يجب أن نضيف الملح والنشا والبطاطس المقلية. يجب أن أقلبهم بتمعن مع الطهي الكامل أيضاً. أحتاج لرشة من هذا المكون، أظنه قد انتهى، من الأفضل أن أتحقق منه. رغوي وسميك، يبدو شراباً مثيراً للاشمئزاز. والآن إلى الكوب. يبدو هذا كريهاً، وأنا الساحرة. يا له من مذاق سيء، كيف اجتمع طعم البطاطس مع الملفوف؟ هاي، ماذا حدث لأسنانك؟ ما تتحدثين؟ أسناني بخير. إنها ليست بخير أبداً، إنها أرجوانية. كلا، أنت تكذبين. لكن كلا، إنها أرجوانية بالفعل. الحاجة يصبح الوقت مناسباً دائماً للتأمل في أهم الأسئلة الحياتية. لانا، تعالي هنا. ماذا تريدين؟ هلا أحضرت هاتفي أرجوك؟ حسناً، انتظري. أوف، أخيراً. واو، لدي 20 رسالة جديدة. أوف، ما الذي يحدث؟ لقد انطفأت الشاشة. لانا، ما الذي تريدينه الآن؟ ها
من الممكن أن تحضري لي شاحني؟ لدي 2% فقط، أترين؟ أوف، حسناً، قادمة. شكراً. حسناً، لنشحن هذا الصغير وعدنا للعمل. أو لا، يبدو أن ورق المرحاض قد نفد. يا إلهي، أخبروني أن هذه مزحة. حسناً، هيا نديها. لانا، هل أتيت هنا للحظة؟ ماذا الآن؟ تحتاجين ورق مرحاض؟ سأتولى الأمر يا فتاة. لهذا المقلب ستحتاج إلى بكرة وبر ولفة ورق مرحاض، وسنضعهما معا هكذا. وأخيراً ستحتاج إلى مجفف شعر موصول في القابس بالطبع. ممتاز، احترسوا، فلانا مسلحة ومستعدة. ها هو ورق المرحاض قادم بقوة يا آمي. لا، هجوم ورق مرحاض. لقد احتجت إلى 5 أو 6 قطع فقط وليس اللفة كاملة. حسناً، سيلقنك هذا درساً بعدم إجبار صديقتك على خدمتك عندما تكونين عالقة في الحمام. أمل أن تكون لديك لفة أخرى. آمي، هل أنت هناك؟ أوف، بالكاد نجوت، سأنتقم منك يا لانا. يصبح التنظيف أفضل عندما يكون بوسائق الرقص. يوم التنظيف، لازي غير منتبهة أبداً. أرعبتني فعلاً. انتهيت. ها لونا، ربما أتخيل أشياء. ما زالت منشغلة؟ ممتاز، فرصتي الآن. احم. هل هي هنا؟ أشعر بالخوف. هذا مثالي. أولا لنفرغ الوعاء، ثم أملأه بالكولا الزرقاء. تبدو شهية، أليس كذلك؟ لنبدأ التنظيف. مهلا، هل سمعت لونا؟ حان الوقت بسرعة. إنها هادئة هنا بشكل مخيف. وقت العمل، بهدوء. لم ترني حتى. ليزي، أتي تعلمين أن هذا السام صحيح؟ هذا منظف زجاج. أنا متأكدة أني سأكون بخير. إنها مجرد كولا، أترين؟ ونلت مني ثانية. طيب، أحسنتما، 3 مقابل 3. أنا أحب الترتيب. وأنا أكرهه. هل الساعة هي 5؟ هذا الدجاج لذيذ، سأزوركما كل يوم. هذا طعام شهي. أشعر بالتخمة. هذا أفضل. حان وقت قيلولة المساء. إنها لا تطاق. مستحيل، لا يمكن أن نسمح لها بالقدوم. مهلا، خطرت لي فكرة. سيطردها هذا الشيء. لقد وصلت، اذهب للأعلى. مستعدة؟ لنفعلها. سيكون هذا المقلب رهيبا. نجدة! صوفيا، ماذا حدث؟ هل هذه ساقة تيو؟ ساعدي تيو في الطابق العلوي. حسناً. يا إلهي، عودي للأسفل، هيا. أنا قادمة، لقد عدت. هل تحتاجين إلى مساعدة؟ تيو؟ هذا غير مضحك. هذه الأغنية رائعة، وكذلك رقائق البطاطس هذه. قلبي يدق بقوة، تمرني معي إيفا. ماذا؟ هيا تمرني معي. مستحيل، أنت حالة ميؤوس منها. الأكل والموسيقى والاسترخاء أفضل من التمرن. واو، أبدو قوية.
نعم؟ لا شكراً، لا أريد ذلك لنفسي. لبس الرياضة جميل باستثناء حذائي. الشبشب لا يتماشى معه، سأحتاج حذاء رياضة. أوه يحزني، سأدعها تستعير حذائي. يا آني، ماذا؟ أوه أبدو رائعة من هذه الزاوية أيضاً. يا لها من سخيفة. أوه خطرت لي فكرة، سأحتاج هذا البيض. ها سيكون مقلباً ملحمياً، بيضة في هذا الحذاء وبيضة في الحذاء الآخر. طيب المقلب جاهز، يجب أن أتصرف بعفوية. أوه هذا سخيف. يا آني تعالي وخذي حذائي. أوه رائع شكراً، على الرحب واسعة. ها هذا غير مريح. أجل بدأ المقلب. أوه ساقها تحكها. طيب سأرتدي حذائي الآن. أوه أحضرت حذاءها معها، ضاع المقلب. هذا الحذاء جميل. حان وقت ارتداء حذائك يا إيفا. لحظة، لا انهض يا فتاة. أوه لا، البيض يغطي جوربي. يا 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 هذا مقزز. هو هذا المشهد مرعب، أمل ألا يعضها. أوه لا أستطيع النظر، انظري إنها مرعوبة. قد تكون هذه الفرصة مثالية. لماذا فعلت ذلك؟ سكبت كل فشاري، يجب أن أنتقم منهما. سيرتعبان من مقلبي، يظنان أنهما لا يخافان. حان وقت العمل، هذا الشمع مثالي للمقلب، انتهيت من وضعه وحان وقت تشكيله. أريده أن يبدو مثل فم، وسألونه بنفس لون جلدي. كريم الأساس السائل ممتاز لهذه المهمة. سأضيف بعض اللمسات ليبدو حقيقياً مثل الكدمات بهذه الألوان، ولن أنسى الدم. ممتاز، يبدو رائعاً. حان وقت إضافة التهاب مخيف، سيظنان أن العدوى تنتشر في جسمي. قمت بعمل مذهل، سأضيف بعض الدم المزيف. أجل، سيندمان على تخويفي. حان وقت تنفيذ المقلب. قام شخص غريب بعضي، تبدو العضة سيئة جدا. ماذا؟ يا إلهي، ذراعك، الالتهاب ينتشر، ابتعدي عنا. نلت منكما، كانت أشكالكما مضحكة. هذا هو جزاء تخويفي. يجب أن أنفض كل الغبار، هذا البرنامج رهيب. إيفا إن كنت لا تساعدي فابتعدي عن طريقي على الأقل. حتى الدب المحشو يبدو قذرا، لا يمكنني نسيان المصباح. هذه الحلقة مضحكة. ماذا تفعل؟ أني تحجب التلفاز، فاتتني اللقطة. لحظة، يمكنني رؤية بين ساقيها. أجل. أوه التنظيف مرهق. أوه هيا، أريد مشاهدة التلفاز. لابد أن هناك شيئا سيساعدني. أوه خطرت لي فكرة رائعة. تعال أيها الفأر، حان وقت العمل، وانطلق. لم يكن ذلك جيداً، سأحاول مجدداً. هناك فأر، رأيت فأراً. فأر هناك. سأقفز للأريكة. إيفا ماذا سنفعل؟ نحن عالقتان. يا إلهي، فئران حقيقية. نعم عليك بهم يا باتمان، بالكاد يمكنني فهم ما يقوله بسبب الصوت المنخفض، سأرفعه قليلاً. حسناً ممتاز، أصبح أفضل الآن.
هذا الفشار جعلني عطشانة. ماذا؟ هل نفد المشروب؟ يا إلهي، لا أريد أن أنهض لأحضر المزيد. سأحضر القليل فقط بسرعة. نعم، فرصة ممتازة لمقلب. لهذا المقلب ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد وشريط لاصق. كل ما تحتاج فعله هو وضع شريط لاصق مزدوج الجانبين على الأزرار ولصق الجهاز تحت طاولة زجاجية. أصبح المقلب جاهزاً. حسناً، لقد سقيت ظمأي. لحظة، أين ذهب جهاز التحكم؟ ما خطبه؟ أي نوع من الخدع هذا؟ هل أحتاج نظارات أم أني أصبحت حولاء؟ أوف، كيف وصل هذا الشيء تحت الطاولة؟ تحمل هذه الخدعة توقيع أميلي. أوه، كانت حفلة صاخبة. وداعا يا كعب، حان وقت فتح هديتي. كم أنا متشوقة. إنها أفضل مما توقعت. كما أعشق هذه الشوكولاتة. مرحبا يا صوفيا، هل هذه هدية عيد ميلادك؟ إنها لي، مفهوم؟ فهمت، يا للهول. هل أخبرتك عن قصة ضياع دراجتي؟ أنا نجحت في ذلك. سأخذ الحقيبة من يديك. كنت أعلم أنها مليئة بالشوكولاتة. حسناً، سأخذ البالونات أيضاً. إنها فكرة ذكية. لن تعثر على المفتاح أبداً. إنها تنطلق. حان وقت مكافأتي. أنت يا لص، بالوناتي كيف وصلت للسقف؟ إنها عالية جداً. حسناً، لا يمكنني الوصول إليها. يبدو أنه لم يحالفنا الحظ. خذي. تباً، نفدت الكولا؟ لا بأس، ستنفجر من الضحك على هذا الميم. ما الذي جلست عليه؟ علبة كولا فارغة؟ لماذا توجد علبة كولا فارغة على الأريكة؟ إيفا، لقد انتهيت للتو من التنظيف. لماذا تتركين قمامتك في كل مكان؟ واتر وعرفرف الموضة عتيرة. ما هذا؟ هذه القمامة كثيرة. إيفا، من ستلام بالطبع؟ ستندم على عدم تنظيف فوضاها. تعالي يا قارورة الكولا. سيعمل هذا الدبوس بمثالية. سأثقب فتحة هنا. يجب أن أتأكد من أن الدبوس ثابت بإحكام. حان وقت الدبوس الثاني. سأواصل حول كل القارورة. حان وقت سحب الدبابيس بحذر. انتهيت، حان وقت اختبارها. عندما تفتح القارورة ستتسرب الكولا من كل الثقوب. من الأفضل أن أترك بعض الكولا لها. سيلقنها هذا درسا قاسيا. نسيت هاتفي هنا. نسيت هذه الكولا أيضا. صحيح، أعطيني إياها. من الأفضل أن أهرب من مكان الرش. إنها تتناثر في كل مكان، على كل قميصها. ماذا يحدث؟ غرقت بالكولا. أنت وراء ما حدث يا آني. في المرة القادمة نظفي الغرفة بعدك. أنت الأسوأ. سأتناول عصير الطماطم الآن. طعم هذا العصير لذيذ. هل يمكنني الحصول على القليل منه؟ ثانية واحدة. بقي القليل فقط. أنت؟ نفد العصير، أترين؟ أعرف ما فعلته. وأعرف كيف أنتقم منه. حان وقت بدء المقلب. إنه يحب القهوة، خاصة مع الكريمة المخفوقة ورشات الزينة. يا تيو! واو، هل هذا لي؟ هذا لطف منكِ.
تستحق ذلك. سيكون هذا عجيباً. ودعان أمي. بو، أخفتها بشدة. هذا مخيف. تخويفك سهل جدا. سأقوم بإخافتي الآن. سيكون هذا مضحكا. بو، كاد قلبي يتوقف بسببك. أخفتك مجددا. تيو، إنه مزعج. لم يبقى شيء. لحظة، أظن أنه يمكنني الاستفادة من هذه القمامة. تيو، هل رميت القمامة خارج المنزل؟ لماذا علي فعل ذلك؟ لن يتوقع هذا أبدا. لا يهم، سأرميها بسرعة. الجو جميل اليوم. لا، القمامة. انتقمت منك. انظروا ماذا لدي، مثالية لمقلب. سأضع المصائد في كل مكان. سيكون مقلبي عظيما. انظروا إلى كل هذه المصائد، من المستحيل تجنبها كلها. من وضع الجدار هنا؟ لا لا لا، أعلقت في الزاوية. لا بأس، سأتوخى المزيد من الحذر. ربما يمكنني الوصول إلى الأريكة. ماذا تفعلين؟ هذا مضحك. سأرسل هذه الصور لكل صديقاتنا. مضحك جدا. طفح الكيل، سأنتقم منها. كانت نومة عميقة. تبدو بشرتي جيدة، ماذا عن نفسي؟ يا حان وقت تفريش أسناني. أو ربما لن أفرشها. نفد كل المعجون. ربما سأتمكن من عصر القليل من الأنبوب. إنه فارغ تماما. كيف نفد بهذه السرعة؟ أحب استخدام الكثير من معجون الأسنان. أحتاج المزيد في فمي. أجل، أنا أعشقه. آني تقضي على معجون الأسنان في أيامي معدودة. من الجيد أن أحتفظ بمعجون إضافي للطوارئ. الكمية المثالية، لا أحتاج أكثر من هذا القدر. لحظة، خطرت لي فكرة. انظر إلى كل هذه الحلويات. هذه ديدان بالشوكولاتة مثالية للمقلب. سأحضر الآن أنبوب معجون الأسنان. حان وقت وضع الدودة فيه. دخلت بسهولة. سيكون مقلبا ملحميا. حان وقت الدودة الأخرى. ادخلي. وآخر دودة، انتهيت. يبدو عاديا من الخارج. سأضعه هنا. سأنتقم منها أبسى انتقام. أظن أنها قادمة. سيكون مقلبا عظيما. إنها غافلة تماما. تبدو أسناني متسخة. من الأفضل أن أنظفها. ياي، وقعت في الفخ. أحتاج لبعض المعجون على فرشاتي. ديدان، هناك ديدان في معجون الأسنان. يا إلهي، هناك الكثير منها. اهربي. نلت منها. سبق أن خطر على بالك إطفاء بعض الإثارة لنزهة مملة بمقلب بريء. أوليفيا، لقد انفك رباط حذائك. لا تقلقي، سأصلحه لك. في المرة القادمة التي تساعد فيها صديقك على ربط حذائه، اربطه بالحذاء الآخر. هكذا. يا إلهي. حسناً، لنرى هذا السقوط مرة أخرى. أوليفيا المسكينة لم تعلم أن تلك كانت آخر قضمة من الشوكولاتة. أو من المؤكد أن ذلك سيسبب كدمة. إيميلي، لماذا فعلت هذا بي؟ يجب أن تعترفي، كان ذلك مضحكاً للغاية. إن جربت هذا المقلب على أي من أصدقائك، فقم به على العشب. لماذا تسقط الفكة دائماً بكل سهولة؟ أو لا، إنها تسقط جميعاً عبر الشقوق. وسقطت جميعاً. أوف، يجب أن ألتقط الآن كل هذه القروش. إيميلي، يا لك من صديقة جيدة، تقومين بالتقاطها لأوليفيا. ماذا؟ لصة؟ هذا عكس صديقة جيدة. و
واو، لقد تدحرجت جميع قروشك بعيدا، لقد ضاعت كلها. سأعود بعد قليل. حسنا، ثمة أمر مريب هنا. أعتقد أن إيميلي تستحق درسا تأديبيا صغيرا، ألا تتفقون؟ نعم، خدعة إلصاق المال بالغراء على الطاولة. رائع. ببساطة ضع بعض الغراء على القرش هكذا، ثم ألصقه على أي سطح تختاره. الآن سننتظر وقوع إيميلي في هذا الفخ. أوه، إنها قادمة. رائع، لقد عدت، ومع بسكويت. شراء على السريع. أوه، انظري، مال. لا يمكنني التقاطه. هل هذا الشيء عالق بالطاولة أم ماذا؟ ما خطبه؟ هل تعرفين ما يحدث؟ بالطبع، غراء يا حبيبتي. أعيد البسكويت. حان وقت الغداء أخيراً. كل شيء مرتب. أهلاً، هل تأكل غداءك؟ ماذا يوجد لديك اليوم؟ شطيرة؟ تبدو شهية. أهلاً يا صاح، هل يمكنني الأكل بسلام؟ إنها فرصتي. هل تطمعين بما لدي؟ خذيه كله إذن. أنا ظمآنة. طعم هذا العصير غريب. هل تظن أنك حاذق؟ دعان. نعم، أنا بارعة في هذه اللعبة. هذا صحيح، خذ هذا. آني، أحضرت لك بطاطس مقلية. شكراً، سأتناولها بعد قليل. عشقي، البطاطس المقلية. أنا أفضل الأكل على اللعب. سأتصدر اللعبة. أوه، أكلت كل بطاطسي. لم أشبع منها بعد. أظن أنه يمكنني تناول المزيد من البطاطس. لن تحدث حبة واحدة فرقاً كبيراً. أو ربما حبتان. أو كلها. البطاطس المقلية لذيذة. يمكنني أكلها طوال حياتي. أحب هذه اللعبة خاصة عندما أفوز فيها. يا ويلي، أكلت كل بطاطسي آني. ماذا عسي أفعل؟ أو وجدتها. يا سلام، فزت. حان وقت الاحتفال. ماذا؟ أكلت إيفا كل بطاطسي؟ لا أصدق أنها أكلتها كلها. يجب أن ألقنها درساً. أحتاج لشفاطة إيفا وشطة، وسأغمس الشطة في مشروبها. هكذا، بدل الصودا ستشرب الشطة. أعدت مع قطع دجاج. أو أحتاج مشروبي. ماذا؟ ماذا يحدث؟ تستحقين ذلك يا لصة الأكل. فمي يحترق حرفياً. سأتناول قطع دجاج. شكراً. يبدو أني ربحت في الواقع أيضاً.